وصلنا مثل كل يوم بجريدة النهار على النت. وأهلا وسهلا كمان من الشيخ شادي، اشتقت لكم. اليوم حلقة كتير حلوة كمان سريعة مثل العادة. اليوم عنا ليك تراك لكل حوالي 3/4 الكوب من الحليب. بدنا نص كوب من شو؟ من الطحين وبيضة. أحسن إذا ما نحط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بقلبها، حتى ما كل مرة بدنا نحط زيت على المعدة. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided. يبرد ومنضف له من جبنة البارميزون المبروشة أو البارميجانو ريجانو، جبنة الريكوتا رح ناخد منها شقفة كمان صغيرة حطها، ونبلش نحن هون نعمل العجين ونخدهم بقلب بعضهم. حطيت الكراك بقلب الكريم اللي عم تغلي مع شوية ملح وبهار وشوية بارميزون أو أي نوع من الجبنة. The more I see the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa. لقائي الأسبوع الجاي معكم بحلقة مع أجمل